كي ناخذ فاق فاق الجمعة اللي فاتت في نحكي على المستشفيات نحكي المستشفيات الهادي شاكر لحد بوركيبا والمستشفى العسكري الميداني تقريبا عندنا معدل نتاع 20 مريض جديد يدخل ياخذ في القطار يوميا في الاسبوع اللي فات يوميا نمشي اكثر من هكا احنا مازلنا في منحة تصاعدي معناتها نهار كيما قامت وصلنا تقريبا 30 واذا كان العباد ما تحترمش اللي نحكي اللي نقول فيه ما تحترمش قاعدة هذوما العباد نجم تكبر نجم نلقاو روحنا في وضعية انا ما نجموش ناخذ المرضى توا نجمنا ناخذ المرضى نوصلوا ساتوراسيون معناتها ماش نلقاو مش نرقدوا بالطبيعة اذا كان العباد ما تحترمش الكل على خاطر زي مقاومة الجائحة هذه راهو يلزم الدولة والمستشفيات والمساحات والمنظومة الصحية والمواطن. إذا كان المواطن ما يعاونش راهو السفينة تغرق بنا الكل. معناتها احنا في وضعية أنه أحسن حاجة باش يوفى الوباء هو كل واحد في داره وما يخرج منها. ما هذه حاجة ما تنجمش تصير. على القليلة اللي عنده أعراض، على القليلة اللي عنده أعراض دكتور. إي متفاهمين، أما في أما وقت اللي ثم وباء باش تقضي على الوباء جملة. البلاد كاملة تسد دارها ما تخرجش. هذوما حوايج اللي ما تنجمش تصير. ماهيش واقعية. خاطر ثم اقتصاد، ثم عباد ما عندهاش ما تنجمش إذا ما تخدمش. وضعيات اجتماعية. بالطبيعة، ولذا باش أهلنا نتعايشوا مع الوباء. إذا العباد تحترم وتحترم بالباهي وتشتغل. بيش. اما اذا كان ما تحترمش راهو نجمو نوصلوا لوضعيه كارثيه. شو معناتها؟ معناتها راهو المستشفيات اللي في السبيطار معناتها السبيطار والعسكري والميداني راهو نجمو نلقاو روحنا في وضعيه انه عدد كبيره برشا وهذه والكلام هذا صح على كافه ولايات الجمهوريه والعالم الكله عدد كبير ياسر المنظومه الصحيه هو اللي يرقد في السبيطار معناتها دكتور بالضروره يا اما اكسجين يا اما ينعش هكا ولا بطبيعه معناتها اليوم ما عادش نجموا نلقاو الاكسجين وما عادش نجموا نلقاو اسره الانعاش